لا تكديرين لاباس بخير، جست باغا نهار لا فيديو هكاك احسن ما يرام يا ربي. بو كنت خارجه غادي نضرب واحد التصاورات وداك الشيء، قلت بوكو علاش انا ما نبارطاج معكم هذا لا فيديو. اصلا تابعني تابعني ما دوش اي وخا صوتي داير، راني فريمون مريضه شويه. دونك كيف قريتو في العنوان، اليوم غادي نتشارك معكم الهدايا اللي جاوني في لانيفيرسير ديالي. صراحه هم هدايا بسيط ولكن فريمون فرحوني انايا. شوفوا خي هذيك شي واحد غير شي غير ورقه مرسومه ولا شي حاجه، يعني كتكون يعني راها عندها واحد المعنى، يعني واحد الانسان راه دار الماكسيمو ديالو وبغى يفرحك. دونك فريمون بغيت نبارطاجي هذا الفيديو هذا باش يبقى يعني ذكرى بالنسبه ليا انا، وبغيت نقول للناس اللي فرحوا معايا والصراحه واللي باركوا ليا في لانيفيرسير ديالي، بغيت نقول لهم ميرسي بزاف على كاع لي ميساج ديالكم. دونك باش بلا ما نطول لكم في المقدمه، اصلا هذا الفيديو غادي يكون خفيف ظريف باش ما يكونش باش ما تملوش مني. وقبل ما نبدا معكم لا فيديو وهذا الفيديو هذا، غادي نخلي لكم واحد الليله ديال واحد القناه ديالي، لحقاش هاد القناه هادي فريمون وقعوا لي فيها بزاف المشاكل وداك الشيء، وبغيت نبدا وحده جديده. نخلي لكم الوليه ديالها ودخلوا عندي وتفاعلوا معايا عفاكم. كيف دعمتوني في هاد القناه هادي بغيتكم تدعموني حتى في القناه الثانيه. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم، واللي هي اول مره كتشوفني ضغط، المهم ضغط على الزر ابوني وتفعل الجرس باش دائما يوصل الجديد ديالي، واللي ما عندوش انستغرام ديالي غادي نخليه لهنا ولا هنايا. دخلي عندي راه كنكون دائما اكتيف وكنحاول وكنبارطاجي معكم لي اوتفيت اللي كنلبس وداك الشيء. دونك انا ماشي خبيره في الموضه ولكن غير واحد شويه، المهم تستافدوا غير شي شويه. دونك باش بلا ما نطول معكم غادي نوريكم الهدايا وغادي نفتحهم معكم قدامكم وغادي نشوفهم. اول حاجه غادي نبدا بالوالده ديالي مسكينه ماما، الله يخليها ليا ويخلي جميع الامهات ديال العالم. شرات ليا مهم كادو من عندها، واخا كتقول لي راني مساهمه في العيد ميلاد. دونك غادي نوريكم شنو شرات ليا، نتوما عارفين مع البرد وكلشي شرات لي هاد البانطوفه هادي. المهم عجبتني انا يا وكتعني لي بزاف الحقه، جايه من عند ماما مسكينه. ملي كنقول لماما قلت لها صافي هذا هو الكادو اللي جبتي لي، قالت لكم راه ماما دائما عندها هذه المقوله، وراها صحاباتي اللي كيعرفوني راه كيكونوا عارفين كتقولي راكي اختي عريتيني وطبيتي لي كاع فلوسي. دونك مسكينه ماما جابت لي هذا الكادو هذا، وفريمون بغيت نقول لها ميرسي بزاف، الله يخليك لينا والله يشافيك لينا ويطول لك في العمر، راه ما عندنا حتى شي واحد في الدنيا من غيرك انتيا. دونك هذا هو الكادو ديال ماما، وشفتي هي اختي راه عندها الطوق، باش ما تقوليش راه ماما ما عندهاش الطوق. هانتي اختي لوغوز، يا اختي هانتوما واش ما تقولوش ليا راه ماما ما عندكوش الذوق. دونك جات لي هذا، وبغيت وجاتني بارفان من عند واحد صاحبتي او واحد اليوتيوبر، غادي نخلي لكم الوليه ديالها. دخلوا حتى تفاعلوا عندها وتابوناو عندها، راه كتصراحه كدير ماسكات خطيره صحراويين، نتوما عارفين لي ماسكات صحراويين كي دايره، يعني عندهم يعني غارانتي 100%. دونك مسكينه جابت لي هاد البارفان هادي، صراحه مازال ما فتحتهاش، بغيت نقول لها ميرسي بزاف ان شاء الله نطبقها لك شي حاجه، والله الا فريمون غادي نفتحها قدامكم باش نشم الريحه ديالها. هي راه فيها كريم وفيها ريحه، دونك غادي نجربها. واخا عصباتي ما جاتش حتى سير العيد ميلاد. هي فريمون ريحتها واعره، فريمون ريحتها خطيره 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 صراحه. صافي نديرها حنا كاع ملي درناها، فريمون ريحتها زوينه. بالنسبه للبنات لا بقاو يشريوها راه سميتها بلاك بلاك بلاك، صراحه زوينه 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 فريمون الطوب. وبغيت نقول للصديقه ديالتي ميرسي بزاف. دونك والكادو الاخر من عند صاحبتنا وحبيبتنا زهيره، جات لي هاد اللعيبه هادو كيديروا معايا، عارفه عندي اكسسواريز بزاف وداك الشيء، جابت لي هادو باش نبقى ندير فيهم هادوك التخربيقه ديالي. فريمون راني حاطه فيها لي بوكل ولا مونطغ سيكلات وداك الشيء، بغيت نقول لها حتى هي ميرسي بزاف على هاد الكادو هذا، ونردو لك ان شاء الله في مناسبه ديال الاسلام ولا شي واحد في ولادك ولا حتى انت ان شاء الله الا كانت عندك شي حاجه. دونك هادي حتى هي جابتها لي، فريمون عجباتني اختي اختي راه بغات تشري بحالها، فريمون زوينه احسن من هادوك ديال بلاستيك وداك الشيء، فريمون هادي عجباتني. الكادو الاخر غادي نوريه لكم اهو، بلاتي والكادو الاخر هو هاد هاد الكورتكلي هذا،
فريمون زوين. وهذا البورتفلي اصلا كيعنيني، وفيه مرايه سيدي باش نبقى نشوف وجهي، باش لو حنا فشي بلاصه المهم تكون عندنا مرايه. دونك انا كيعجبوني هادو، كنديرهم في لي ساك ديالي هادوك الصغار اللي كيكونوا صغيورين وكلشي كتبغيو تزينهم. دونك هذا عجبني فريمون، عجبني. عندي واحد في النوار كنديرو بزاف، مي هذا كيوت 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 فريمون. عندي شي سيكان في هذا اللون هذا، دونك بغيت نقول ميرسي بزاف اختي. و الكادو الاخر هو هاد المخده هادي، فريمون هاد المخدات هادو انا اصلا عاجبني من صافي لونطو. يلا هادو منديت عليهم من شيئين. وبغيت نقول صاحبتي مسكينه اللي جابت لي هادو، ميرسي بزاف 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 على هاد المخده هادي، فريمون زوينه. دونك زوينه، ولكن راه بنت اختي ملي شافتها مسكينه هي كتنتفيا. حتى هاد الكادو هذا الصراحه عجبني. المهم هما كادوات بساطين، وباقي شي وحدين مازال ما جاوني. راه فاطمه ما تنسيش. دونك باقي وحدين اخرين انا غادي نوريهم لكم. وهاد السليله هادي جاتني فيها دي ماكيو، حتى دي ماكيو زوين فريمون زوين وكيخلي الوجه رطب. جاني هاد الفيرني هذا، هاد لاكولور هذا فريمون جادو، زوين وترابي نيود يعني. وجاني هاد ليبستيك هذا فريمون حتى هو زوين، لاكولور ديالو زوين بارد شويه كومون. وجاتني هاد الماسكارا هادي، يعني عارفني صحاباتي راني مبليه بالماكياج وداكشي. دونك من هاد الفيديو هذا بغيت نقول لهم ميرسي بزاف على هاد لي كادو ديالكم، اللي الصراحه فرحوني بزاف كلشي. واللي مازال اختي كتجيب كادو صيفط بحال الناس اللي في السعوديه اختي، راه ما تقوليش غادي نجيب لك اختي قهوه ولا شي حاجه، القهوه راه عندي وراه كل نهار كل صباح كنشربها. دونك اختي بلا ما تقصيري وتجيبي لي القهوه، لا جبتي القهوه عن خسر معاك. غير كنضحك بالنسبه للناس. بغيت نقول ميرسي بزاف على هاد لي كادو هادو فريمون، نردهم لكم ان شاء الله بساعه الخير. وكيف قلت لكم يعني راه بعض المرات تكون ماشي بالضروره يكونوا لي كادو اللي هما غاليين ويعني كبارين بزاف باش عاد انهم يكونوا كيعنيو لينا. نو بالعكس، تكون عيش حاجه بسيطه يعني، واخا تكون هي ورقه مرسومه ويقول لك فيها راه انا كنتمنى لك لانيفيرسير سعيد. دونك هذاك راه شي حاجه راه واو. دونك البنات هادو هما لي كادو بغيت نبارطاجيهم معكم، والصراحه وريتهم قدامكم وفتحتهم قدامكم. وكنتمنى من قلبي انني في لانيفيرسير ديال 33 نكون درت عقلي بعدا، واخا شويه المهم نكون دايره عقلي. بحال ماما كتقولي بلي سير الارقام غدا وكتزادو، ما انت راه بحالك بحال نور بنت اختك. بنت اختي راه كتشوفوها بزاف، هي اللي كتبرزتني بزاف في لي فيديو. دونك راه اليوم ما كايناش، راه مريضه حتى هي وانا مريضه وماما مريضه. الله يشافي في الجميع، الله يشافي كاع في الناس اللي مرات بهذا الجو هذا. دونك قلت نبارطاجيو معكم حقاش نتوما صحاباتي وعزاز عليا، وكنبغي نتقاسم معكم هذاك الشيء اللي كيفرحني انا، وبغيت حتى نتوما تفرحوا معايا داك الشيء. باش بلا ما نطول عليكم، المهم كنقول هذه الكلمه هذا الشيء بزاف انا، ما عرفتش علاش بدون شعور، مي انا عارفه راسي كنقولها بزاف وخاصني نحيدها مني، حيت فريمون حتى انا كديرونجيني. باش بلا ما تعلقوها لي وتقولوها لي، حق بزاف الناس كيلاحظوا بزاف داكشي، وفريمون مزيان الانسان يكون كيلاحظ. انا لاحظت هذه في راسي. دونك باش بلا ما نطول لكم بالبلا بلا 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 بلا، المهم غادي نمشي نتصور انايا، المهم نقاد شي تصويرات ولا شي حاجه، ولا بغيتوني نوري بالناس صرتو الناس اللي في العيون، حقاش كيصوروني كيسولوني بزاف هاد البلايص فين تصورت هذوك الشيء. فريمون غادي ندير لكم فيديو مخصص انني البلايص اللي كنختار باش انني نمشي نتصور فيهم، باش حتى نتوما تستافدوا وتشوف تصور في دوك البلايص اللي كنتصور فيهم انايا. دونك بلا ما نطول، تهلاو ليا في راسكم. والله الا فريمون مريضه ما قدرتش نهضر. وما تنساوش كيف قلت لكم دعموني في القناه الثانيه. ان شاء الله، المهم ان شاء الله طلع ليا وداك الشيء. المهم الله يسهل على الجميع يا ربي. وبغيت نقول لكم تهلاو ليا في راسكم. I love you I love you I love you I love you too. المهم تهلاو ليا في راسكم وميرسي بزاف. حقا قبل ما نسال نجيب اختي، راه كنسالك اختي الكادو ما تنسيش تجيبيه ليا. المهم تهلاو ليا في راسكم، باي باي.